10 و 17 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مكملين معكم في موجة الصباح. مش نحكيه شوية ونرجعوا لثلاث أيام العيد، وين سمعنا بحادث مرور أليم صار في ثلاث أيام العيد. الحادث هذا من ضحاياه كانوا زوز خوات أشقاء في الحادث هذا، وتصاب وليد آخر، ثلاثة أطفال هذوما زوز توفوا الله يرحمهم، وليد ثالث تو موجود مازال في حالته اختيرة، موجود في السبيطار. باش نرجعوا نحكيه على الموضوع هذايا وعلى اون جينيرال الارهاب اللي يصير في الطرقات، معناها ارهاب الطرقات اليوم وسرعه. وسمعنا برشا اكسيدونات صاروا في ايامات العيد، رغم انه صارت برشا تحذيرات ودعينا للانتباه اكثر في اثناء السياقه. ربي صبر عائله الصغيرات هذو مزوز اللي راحوا ضحيه تهور من سائق وربما فرات في السرعه. باش نعرفوا تفاصيل اكثر على الموضوع هذايا ونطمئنوا زاد على حاله الوليد الثالث اللي حالته مؤخرا كانت حاله اختيره ومازال موجود في السبيطار. حاضر معنا بالتليفون مراسلنا عبد الله القاسمي. صباح نور عبد الله. صباح الورد. اذا تحيه مجدده لكل مستمعي راديو ماد. اذا فعلا هو شيء مؤسف صار نهار لحد الصباح، يعني ثالث ايام العيد في طريق الشط سليمان. بالنسبه لطريق الشط سليمان ما هوش هذا اول حادث، هو طريق تقريبا كل سنة تصير فيه حوادث، حتى انه البعض سماه طريق الموت باعتبار هذا الطريق يعني يعرف اكتظاظ كبير خاصة في الصيف، يعني برشا كراهب تمشي البحر وبرشا مترجلين يقصدوا الشط. صورة الحادث يعني حسب طبعا شهود عيان وحسب مصادر رسمية، هو مجموعة من الشباب من الأولاد ماشيين على الصباح باش يعملوا فوتينج للشط، يعني باش يجريوا من مدينة سليمان للشط. البعض يقول أربعة، البعض يقول خمسة، لكن المؤكد أنهم كانوا أربعة، من بينهم معناها الشقيقين وزوز أصدقاء، هم ثلاثة قدموا واحد وآخر شوية. صورة الحادث أنهم كانوا يجريوا، كان ثم سيارة يعني جاية من الشط بسرعة كبيرة، في أثناء عملية مجاوزة حاول سائق التاكسي باش يتجاوز سيارة، عفوا يعني سائق السيارة باش يتجاوز سيارة التاكسي، إلا أنه السيارة خرجت على الطريق وتعديت الجنب بالآخر باش تعرض الوداد الثلاثة ويتم صدمهم مباشرة. اثنين توفوا على البلاصة والثالث تم نقله إلى المستشفى المحلي بسليمان وبعد ذلك المستشفى الجهوي الطاهر المعموري. وإلى الآن شنو حالته صحية؟ حسب معلوماتنا مازال في الإنعاش، معناها الضربة كانت خطيرة، معناها حسب كل منظر وقولوا أنه الضربة خطيرة، وإن شاء الله تقريبا هو يقولوا تجاوز مرحلة الخطر، يعني تجاوز 48 ساعة إن شاء الله يتحسن أكثر، لكن ضربته معناها ما هي سهلة. طبعا اللي توفوا هي معناها الكارثة ممكن نقول هو زوز وليدات، هم أخوات ويقرأوا ثانوي في 17 و16 سنة. الكبير معناها خاصة تقريبا نعرفه معرفة شخصية، هو تلميذ سنة ثانية إعلامية، وليد ناشط في المجتمع المدني، قائد في الكشافة، دائم الحضور والأنشطة في دار الشباب، يتابع في نشاط الجمعيات، يعني وليد فعل برشا في المجتمع. من صغيرات الناشطين برشا، من صغيرين، واللي كان يمكن يكون معناها قيادي، لأنه فعلا 17 سنة هو قائد فوج معناها فعلا، وهذا إلى جانب تقريبا مواكبته لجميع الأنشطة، وكان حروكة معناها في الأنشطة هذه، كان موجود في دار الشباب. وللأمانة الأخيات هذوما هما وحيدين متاع والد، يعني والدهم عنده زوج وليدات، هذوما اللي يداهم معناها تقريبا موفر لهم كل شيء، معناها بوهم زوج كبير شويه، معناها عنده كان زوج، هذوما حاول ما امكن باش يقريهم باش ياثرهم. هذاك علاش يعني حتى ممارسه الرياضه بالنسبه لهم هما رياضه صباحيه، نوع من معناها من العنايه بالجسد وتجنب معناها الخلطه الاخرى، معناها قاموا الصباح باش يعملوا الفوتينج نتاعهم باش يمشوا لشاطئ سليمان، يعمل الجري او يروح يعمل دوش ويخرج. لكن لا غالب معناها السيارة هذه أخذت أمل بزهرة كبيرة في سليمان، خاصة الوليد هذا معروف في المعهد بحسن سلوكه بنتائجه المميزة. هيك وهذاك علاش كان الألم. الأسباب نتاع الحادث يعني فقط هي تجاوز، ولا ثم مشكلة نتاع السرعة، ولا الوضعية نتاع السائق؟ يعني هي عملية أولا طريق الشط هو وقعت فيه برشا حوادث، برشا حوادث أما يلتزم بسياقة متزنة ويرد باله معناها ويمشي
في السرعه الرئيسيه هو ان اثناء عمليه مجاوزه، يعني الرجل جاي من طريق الشط يجري فقدامه تاكسي حبي دوبل، مع انه ملاحظه انه طريق الشط ارتب شويه، معناها تصير فيه عمليه ديراباج شخصيا صارت لي به مره، معناها والحمد لله ما كنتش نجري، لكن معناها كان معناها وهذه أسباب أكثر الأسباب نتاع الحوادث هي المسألة هذه. وقت اللي خرج باش يدوبل للأسف معناها الكهرباء ما جاوبتش معاه، خرجت الجدب اللي مغادي معناها مباشرة باش تصطدم في الأولاد هذوما. المشكلة ديما نقولها راه طريق الشط نتاع سليمان صارت فيه برشا حوادث من هذا النوع، وبرشا حوادث كانت قاتلة، ماهيش أول حادث يصير في طريق الشط من سليمان. وهذا هنا ندعو السلطات المحلية والبلدية خاصة إلى تخصيص ممر للمشاة، لأنه مش معقول الطريق في الصيف يعرف حركة كبيرة ياسر ومباشرة الأولاد يجروا بجدب يعني على حرف الكياس، هذا ما يجيش. هو مناسبة ونديه نداء هذايا للسياحي مستعمل من المترجلين معناه بصفه كبيره ياسر، المفروض معناه يتم تخصيص ممر للمشاة وتخصيص بارير يحمي المشاة على الطريق، وكان يمكن نتجنبوا الكارثه هذه، معناه خاصه انه بلدي سليمان معناه عندها امكانيات، ماهيش من البلديات اللي ضعيفه نظرا طبعا الكل يعرف بلدي سليمان عندها امكانيات صناعيه، عندها ممتلكات بلديه، عندها ميزانيتها بالمقارنه مع البلديات المجاوره لها تعتبر افضل برشا، يعني بامكانها تنجم زوز كيلومتر ونص ما اعتقدش كان باش ياثر برشا على الميزانيه ونحميو الناس، خاصه قلت ان عمليه كل عام لابد من تصير في حادث قاتل اثنين، معناها هذا وللاسف كان حادث مؤلم سنين كامله اهتزت عليه ان شاء الله ربي يصبر عائلتك. معناها الاولاد معروفين انهم بذره طيبه نتاع مجتمع مدني اللي نجم يكون عندهم معناها تاثير كبير في المستقبل. ان شاء الله ربي يصبر عائلتهم وهذايا ديجا من خلالنا احنا نداء للسلطات المعنيه في سليمان انها تتدخل في الطريق هذايا وتحسنوا، وكيف كيف نداء زاده للناس اللي تسوق في كرهبها، بربي سوقوا بشويه وردوا بالكم واحترموا اشارات المرور، ومش لازم السرعه، تنجموا راهو تاخذوا راحتكم في السياقه وتاخذوا وقتكم وتوصلوا انتم لاباس، وزاده معناها تحميوا الناس اللي تمشي والمترجلين اللي على الكياس، بالله ما تجريوش بجاه شو نقول لكم معناها بربي بجاه اللي عندكم اللي صغيراتكم، معناها ديما شوفوا صغيراتكم انتم ما بين عينيكم باش تنجموا معناها تحسوا العباد والصغيرات اللي تمشي في الكياس شنو ذنبهم، زوز اخوات معناها فرحة العيد ثلاث ايام العيد خرجوا باش يعملوا جرية باش يتفرهدوا باش يكملوا فرحة العيد متاعهم، معناها نقصفوا لهم عمرهم هكا، راهو والله العظيم حاجة توجع، وربي ان شاء الله يصبر عائلتهم. ونداء من هنا نعاودوا للسلطات المعنية تدخلوا الكياس كما قال مراسلنا عبد الله، هو ادرى بالجهة اللي موجود فيها وهو يعرف يقول لك، قال لنا ان راهو المشكلة هذه ماهيش جديدة وراهي في اكثر من مره يصير اكسيدون في البلاصه هذه. شكرا ليك مراسلنا عبد الله القاسمي كان حاضر معنا بالتليفون وحكي معنا على الحادث الاليم اللي صار في ثالث ايام العيد، ومشى ضحيته زوز صغيرات في مقتبل عمرهم من انشط صغيرات في المجتمع المدني، وكان باش يكون عندهم مستقبل كبير، ان شاء الله ربي يصبر عائلتهم وان شاء الله يقوم الوليد الثالث لاباس ونسمع عليه كان الخبر الباهيه. شكرا ليك عبد الله، دونك راجعين للموسيقى بعد شويه.